المهم في موضوع كنت جالسة أقرأ عنه، وقلت بما أنه قريت واستفدت منه أحب أني أشارككم إياه. معلومات عن مساج الوجه للطفل الرضيع، بس لقيت أن مساج الجسد للطفل الرضيع وايد مهم، يعزز العلاقة ما بين الأم، سهل عملية الهضم، يخلص الطفل من الغازات، يسترخي أكثر، يرقد أكثر. وأثبتت الدراسات أن الطفل اللي يحظى بتدليك تقريبا ويلعب دور أيضا في النمو الجسدي لدى البيبي وتنظيم التنفس له. ليش؟ لأن الجلد هو أكبر عضو من أعضاء الجسم، فبالتالي يوم يدلك الجلد اللي هو مليء بالخلايا العصبية يدلك وينظم طريقة التنفس عند الطفل. من أساسيات التدليك اختيار الوقت المناسب، بحيث ما في شيء يزعجكم وانت ياسة تسوين له هذا التدليك، بالإضافة أن ما تسوي له مساج لا قبل الأكل ولا عقب الأكل. الفترة الصباحية هي فترة ممتازة أن تسوين مساج حق البيبي مالك، واختيار الأويل المناسب أو الزيت المناسب، ويحب هذا يكون ناتشرال زيت طبيعي عشان يستفيد منه جلد البيبي. مدة المساج تكون ما بين 15 إلى 20 دقيقة، مو بأكثر، يعني مو بتصيرين تسوين له ساعة، لا ما ينفع 15. وببحث عنها وانتو خذوا على البارد المستريح، ما عندي مشكلة. اوكي.